مرحبا يو جايز. الفيديو اليوم هو تشات شات كتير ويز مي، يعني انا عم بعمل ميك اب تبعي او انا عم كمل الميك اب تبعي. بدي اكون عم حدثكم بموضوع يلي هو موضوع الولاده تبعي، بما انه دلوقتي انا عم صور صار لي 4 اجماع مولده. بدي اخبركم شو صار معي، شو كنت متوقعه، شو القصص يلي فاجئتني، حتى اذا انتم يو اكسبكتينج تكونوا اكثر ريدي وتكون الولاده تبعكم اسلس واهين وتعرفوا على مزبوط شو ناطركم، لانه انا رح اكون عم بعطيكم ذا رو تروث شو صار معي ستيب باي ستيب بالولادة. بس قبل ما بلش، اذا انتم جديد بقول لكم مرحبا ويا اهلا وسهلا فيكم. انا اسمي ريبيكا، انا حدا كثير بحب الميك اب ملون. يو كان اوبسي سي ذات اشتقت اعمل ميك اب ملون، اشتقت اصور لكم، سو اتس سو جود تو بي باك. انا حدا بحب يعلمكم تعرفوا تعملوا الميك اب تبعكم اهين اسرع برودكتس او جربوا لكم شوي الالوان على حياتكم على الميك اب تبعكم. قبل ما نبلش بهذا تشات شات كتشات ويز مي، ما بديكم تستعملوا لايك كومنت اند سبسكرايب، تو جرسون حتى لما تسبشر تعملوا تفولو الفيديو عم طلع لكم تو فيديوز بير ويك، او ليتس بي اونست هوبفلي اجا اذا طلع لكم 2 فيديوز بير ويك. سو اذا انتم جديد، تشات كاتر ويز مي هو فيديو يوجوالي بتصور مره واحده. سو ادوار الكاميرا هالمره كل شيء اغلط بخليهم، لانه بحب الفيديو يكون رو. الايديتنج الوحيد بعمله على الفيديو انه اي بوت ماي انترو يلي شفتوها بالفيديو. بس بما انه مثل ما عرفتوا انه انا ولدت، so I have a beautiful baby boy and he's my priority. هو كل شيء هلا اهتمامي حطته على المونيتور حدي، هو بالاوضه الثانيه. اذا عايزني رح اروح لعنده وبنرجع بنصور وقتها يبطل عايزني. بس غير عن هيك هوفلي يكون الفيديو عم يتصور مره واحده. رح بلش. انا يوجوالي بتشجع كتير ممكن اعمل بيس بعمل ميك اب تبع عيون معكم، اليوم حبيت انه اغيرها. اوكي عم يتحرك عادي، فحبيت اعمل اي ميك اب. رح اقول لكم على السريع شو استعملت، بعدين بنبلش خبركم عن الولاده تبعي شو صار معي كل هول التفاصيل بلا ما ادخل البرودكتس. بس كل شيء انا رح استعمله او مستعمله رح بتلاقوه بخانه المعلومات تحت، اذا بعرف ما بتلاقون ديسكاونت كودز وكثير تفاصيل غير هن دائما بخانه المعلومات تحت. شو شيكو ديسكربشن بوكس كل الوقت بتكونوا فاضي بالمعلومات. سو حطيت الاي شادو، عم استعمل بيزيكلي كل شيء من البروجكت بلان. حطيت لكم بروجكت بلان بلاي ليست بيزيكلي سكرين بخانه المعلومات تحت، اند هوفلي اقدر اسوي لكم ابديت تبع بروجكت بلان بعد خلص هذا الميك اب. بس حالي رح كون سوبر وومن اذا قدرت اعمله. anyway حطيت الاي شادو برايمري عندي in my project plan. الاي شادو باليت مستعمل كمان تبع project plan اسمها انجل. اي شادو باليت من جوسي بيوتي 4200. basically مستعمل برجندي شيد، سو مستعمل هيدا هيدا وهيدا على الكريس تبعي، وحتى this one and this one على الجفن المتحرك عندي. واللي شايفينه الجلتر the beautiful glitter هو من جولدن روز يلي اسمون اكستريم سباركل اي لاينر شيد نمبر 1. سو على السريع حتى تشيلون قدامي. انا بوقع كل شيء وبخليهم بالفيديو لانه ما حدا نسبر. ماسكارا هي من روبيروس تروبيكو كيرل اند فوليوم ماسكارا. حاطه ماجنتيك لاشز فورس لاشز من عند بيجو. حاطه البارتين الصينيه والبارتي الصغيره على عيوني، البارتي الكبيره ما بحبه. اوكي بقلب عيوني حاطه جوسي بيوتي البيجوسي الكتريك واتر بروف اي بنسل نمبر 16 ومع المحواج بيبي اناستازا بيفرلي هيلز ذا براو بوميد شيد دارك براون. اوكي وشغله بعد تحت اسرع الموضوع لانه اذا بتعرفوني انا ما بسرع شيء. مستعمله على وجهي از فيس برايمر روبي روز سكين بيرفكت برايمر فيتشر، حطيته على التيزون تبعي مع انه عندي اوريدي كوميشن سكين، وهيدا بورفلينج برايمر وسيليكون بيس برايمر. قطعته على التيزون تبعي مطرح ما عندي بورس كب بس حتى يفوتوا على بليهم ولو اكثر من 5 دقائق على بشرتي. سو سبت صار في انتقل للنكست ستيبس. هلا انا ما رح اكون عم بقى عم بشكر لكم ولا برودكت، بس رح تلاقون كلهم اجان بخانه المعلومات تحت ورح اكون عم فرجيكم اياهم بهذه الطريقه على السكرين. سو انا اخر مره طلعت حكيت لكم على الانستغرام اكونت تبعي، حكيت لكم كان واحد اب وانا كان اوريدي سكادجولد انه انا ولد باثنين اب، بس ما ذكرت هذا الموضوع لانه قلت انا افضل انه بس يصير البيبي هون انتو تعرفوا، وانا كنت عارفه حالي اي ساعه فيت على المستشفى وكل هول التفاصيل. سو انا رح كون عم بحكي شوي يمكن انا بتلاقيني تو ماتش انفورميشن، يعني كثير عم زيدها وعم بحكي تفاصيل. بس انا من الاشخاص يلي بعترف انا كثير حشلنيه وكان بيهمني اعرف انا شو ناطرني كل هول التفاصيل، سو حضرت كثير. سو اذا انتم مثلي بتمنى هذا الفيديو يفيدكم، لانه عم جرب انه هدفي من هذا الفيديو انه يكون يفيدكم تتكونوا انتم حضرين اكثر للولاده تبعكم. قبل ما بلش بالفيديو
اليوم بس لحكون عم بحكيكم عن الولادة. المرة الوحيدة اللي حسكر البيبي تبعي هو وقتها I deliver وحطوا علي. هيدي المرة الوحيدة، مع انه بالواقع انا بتمنى اقعد احكي عنه 24/7 لانه I adore this baby، بس لا، موضوع البيبي اللي حنحكي عنه later on. ما بعرف اذا رح انطر اول trimester تحت يقطع او الاربعين يوم تحت يقطع، وبعدين احكيكم اول اربعين يوم شو كان صاير يعني هول التفاصيل، او اول trimester ما بعرف، اول figure out وبعدين، واول do another chit chat get to do with me. واذا كان عندكم حالة سؤال regarding the baby كرمال هيداك الفيديو، بليز بكل يوم بخانة التعليقات تحت so I can answer them وقت بتصور هيداك الفيديو. ما اطلع عليك فهم عم ميك اب لانه this is my own، وانا بحب اشتغل على وجه انسكشن، so عم باخد كمية قليلة كل مرة تحت اعمله للفونديشن. كان سكادجولت انه انا كان وقت عملت الايكومورفولوجي عملتها مرتين، عملناها اول مره بوقتها على الخامس شهر حتى نتاكد انه كل شيء بالبيت تمام، بعدين حبينا نتاكد زياده، او بالاحرى نكون كثير صريحين، الايكو العاديه كانت بتكلف مبلغ معين، الايكومورفولوجي كانت تكلف 150,000 زياده. اكيد عملنا ايكومورفولوجي وقتها، كنت باخر السابع. هلا انا حكي على الحكيمه اللي عملت لي الايكومورفولوجي انه انا ما بوصل للجمعه 36 37، يعني اول التاسع كنت انا مولده، وانا محضره حالي من السادس الشنطه وكل شيء. وفرجيتكم الهوسبيتال باك، رحت لكم اليوتيوب فيديو بزيت كريم خاطر المعلومات تحت، وانطلب مني صور لكم شو actually استعملت من الهوسبيتال باك، so that video is coming. ثلاثة ربع قصص بتشوفهم بهديك الفيديو، هنت هنت ما عارف رح تستعملهم بالمستشفى. كنت وقعت الدل. بحضر شنطة المستشفى لأنه مثل ما قالوا لي أنا ما رح أوصل لل 37 weeks، وكنت إنه محضرة حالي إنه بركي طلع الولد إنه بولد أنا على نصبير، فكده محضرة حالي وكل هول التفاصيل. قطع أول جمعة بالشهر التاسع، تاني جمعة، تالت جمعة، رابع جمعة. أنا كنت كل نهار تنين عندي الموعد عند الحكيم، سو آخر شهر بتروحوا بانتظام عند الحكيم وبيصير يعمل الفحص النسائي حتى يشوف قديش فتح الكول وكل هول التفاصيل. سو انا اول شهر ما كان فاتح الكول، واذا لقيتوا انا عم بحكي تو ماتش انفورميشن بليز ما تحكوني كومنت بشيء اطلعوا من الفيديو، لانه رح احكي كثير انفورميشن يمكن معلومات يمكن غيري ما بشاركها، بس انه انا عم بحكي لحتى اذا حدا بدها تولد تعرف حالها بيزد اون ماي اكسبيرينس شو بتتوقع. اوكي سو اول شهر التاسع ما كان في تحشيل كول، ما كان ناقص ميه الخلاص تبع البيبي، كان كله تمام. سو تاني جمعه رحنا كمان بعد ما نفتح الكول، ثالث جمعه بلش يفتح الكول سنتي واحد، سو قال لي التنين الجاي بتجي لعندي، التنين الجاي رحت لعنده يلي هو كان قبل بنهار من العمليه، بس هو كان قايل للحكيم انه اذا ما صار شيء ومحضر لي معطيني ورقه لحتى دغري فوت على المستشفى، يلي اذا ما صار شيء تأجل عنده التنين. وسكادجول هو انه انا ولد، كان ايه اللي بتولد يا باثنين يا بثلاث شهر، بس ما رح يخليني ولد باربعة اب لانه اربعة اب غير انه هو ذكرى بشعة، وانا قلت له بليز ما بدي ولد بهذا النهار اذا انه بدي اعمل طلق اصطناعي. كان كمان انه ما بده يوصل، انا بخلص شهري باربعة اب، سو ما كان بدهم يوصلوا انه اخر نهار عم بيولدوني لانه اول بيبي وthey don't wanna risk it. سو باخر جمعه وقت انا رحت لعنده اخر تنين قبل ما ولد، يعني هو واحد الشهر، هو عم يعمل لي فحص النسائي، اكتشف الحكيم انه انا عندي عظمه، هو الرحم في عليه عظمه يوجب تكون على طرف الرحم، انا كان عنديها اوطى شوي. سؤال الحكيم، وانا كنت من الاشخاص اللي كنت حب يولد سيزاريا مش طبيعي، بس بعدين انا شو عم بتجبر على ربي وانا عم بتفلسف على ربي وهيك، انا متكله على الله، وانا الشخص اللي ما كنت متوقع بحياتي انه تهاب بيبي. الله عطاني هيدا النعمه، رح اتركها ربانيه مثل ما تركناها ربانيه وقت الله خليني اعرف انا حبلي وكل هول التفاصيل. سو حكيمي بشجع كانت الولادة الطبيعية أكيد مثل كل الحكماء، بس إنه قلت لحالي خلص إنه كان طلبي بس الوحيد من الحكيم إنه بليز إذا بدها تكون ولادة طبيعية أنا بعيشها كل الوجع اللي بدك إياه، بس ما بدي ذوق الوجع وبعدين تجي تقول لي لا رح ننتقل سيزاريا. سو ما توجعني إذا من أول سيزاريا إلى سيزاريا، وإذا يعني سي سكشن، وإذا بدها تكون طبيعية خليني أعرف، ما عندي مشكلة بتقبل وبكل فرح بتقبل كل الوجع. وحكيمي كان من الاول يقول لي لا ما تعطي لحم، انا ما بخليك تدوق الوجع كله، واي تراست هيم لانه هيدا حكيمي من سنين.
فاللي صار انه كان سكادجول انه انا كان في يفوت ليلة التنين عشية على المستشفى بعد الساعة 11 اللي ما بيعرف هو نهار جديد. سو unfortunately بهذه الظروف بدكم تحسبوا حساب الدفع بالمستشفى، سو ما بتمرك عليكم نهار زيادة. وكان في عندي الاوبشن انا نام بالبيت والساعة 5 انزل على المستشفى، لانه على الساعة 6 كانوا يحطوا لي الطلب الاصطناعي. سو على الساعة 5 الا ربع انا وجوزي كنا بقلب المستشفى، انا ولدت بمستشفى سان جون بجوي، وبرح احكي لكم عن هذا المستشفى لانه كثير حبيت قصص فيها وفي شغله فيها ما حبيتها. I'm gonna mention that. سو انا شفت ثلاثة اكيب تبع الليل، ثلاثة اكيب تبع النهار. سو هن الممرضات بيشتغلوا بالمستشفى من السبعة للسبعة. سو شفت يعني اول نهار شفت ساعتين يلي هن اول اكيب، وشفت يعني اثنين اكيب غيرهم بالليل وثلاثة اكيب بالنهار، او ثلاثة شيفتس بالنهار اذا بدنا نحكي مزبوط، لانه في some of them كانوا هني زيتون وكانوا very helpful بالولادة تبعي، وانبسطت انه كانوا موجودين. So الاوبشن تبعي انه انا اكيد انه لا افضل انه نام بالبيت وعلى راحتي انزل على المستشفى، وهيدا اللي انا قررت انه اعمله. على الساعة 5 الى 4 كنا بمستشفى سان جون. مستشفى سان جون فاتحة من سنتين ونص، اللي ما بيعرف وانا ما كنت اعرف هذا الشيء غير تنزلت لتحت، هي كانت مفروض تكون دار عجزة. سو واضح اني كتير كبار، و والمشكلة فيها انه فيها بس ثلاث اوض عمليات، اوضة بتكون حسب ما فهمت سبيسيفيكلي للمواعيد تبع العمليات اللي عندهم اياهم، اوضة لا اذا شيء ارجانس وصل لعندهم، اوضة بتكون للتوليد. سو اذا انا بدي ولد طبيعي في كذا اوضة للتوليد الطبيعي، بس التوليد السيزاريان ما في غير اوضة واحدة. سو اذا كنت انا صار وقت فوت سيزاريان اضطراري وما اخذ موعد رشت ماي تراس او شيء، بدي انطر المواعيد تخلص حتى انا يحددوا لي موعد. وهذا يعني رح تفهموا ليش عم خبركم هذا الشيء. بس غير عن هيك المستشفى كلها متطوره، كله شيء جديد، وهول التفاصيل ام غانا بلاند ذس، مش انه تفكروا رح اترككم هيك بس عم حدي هلا وشي. اوكي سو اللي صار انه انا على الساعه 5 بلشوا يفحصوني ويدخلوني يعني، وعلى الساعه 6 الا كنت انا باوضه التوليد الطبيعي، والحكيم كان اكيد مخبر المستشفى اللي مستلمه وقت انا عندي عظمه وشيكت لي هيدي العظمه وبعثوني الطلق الاصطناعي. بالطلق الاصطناعي انا صراحه كان حاطين المونيتور حدي، وبشكر الله انه كان في نيرس معي باوضه التوليد. عن جد يمكن لو ما كانت معي ما كانت هالقد السلسة علي الخبرية. So she was very helpful، وبعرف انه عم تحضرني. So thank you so much على اللي انت، لانه عرفت انا عرفت انا شو بعمل هون. She was really really nice and really really helpful. So كان المونيتور حدي، وانا بقيت من الاشخاص اللي عتليني هام اخر يومين قبل ما ولد، قلن انا بس يصير البيبي على المونيتور وتأكد انه كل شيء تمام انا برو. وعن جد بقيت يعني اذا ما تحرك سفر. I have a very cute baby. انا ما رح نحكي عنه. I don't wanna be that kind of mom، انه انا I'm that kind of mom. بس anyway يعني كنت كل اذا ما تحرك شي نهار تصير انا حطوله الموسيقى يلي كان يوجي يتحرك عليها تحت يتحرك تحت اتأكد انه he's fine، لانه هلا قد انا فكر. سو عطوني الطلق الاصطناعي، حطوا لي المونتر حدي، حطوا لي المونتر على البيبي. سو تاكدنا انه صرت اسمع دقات البيبي كله تمام، صاروا يجوا يفحصوني. على الساعة 7 وصلنا ل 3 سنتي، على الساعة 10 لا اي ثينك 10 لا صار فاتح الكول 5 سنتي وشوي، لحظة تليفوني nothing urgent. صار فاتح يعني صار فيهم يعطوني الإبرة بظهري كرمال أنا ما حس بالوجع. وكان وقتها صار وقت إنه يوصل حكيمي. وبدكم تعرفوا الشغلة كمان بهيدا المستشفى، بما إنه هي مستشفى جامعي يعني هي تابعة للإيو، يعني في عندكم انترنز، في عندكم حكماء عم يتدربوا. سو فحص النسائي أنا نسيت كل شيء صار معي، ورح خبركم كل التفاصيل شو صار معي ما عدا الفحص النسائي، وهيدا ما حدا بيذكره مزبوط قديشو شيء مزعج. فحص النسائي بالايو او بسان جون مختلف عن غير المستشفيات، لانه ما عندكم مستشفى واحدة بتجي تفحصكم او حكيم تاني او حكيم يلي بيكون مناوي بوقتها، عندكم all of the interns فتم يجي يفحصوا. وانا بالوقت اللي عرفت انه كان فيه يقول لا هذا الشيء بس المستشفى عم تفحصني كان already too late. كنت قطعت هالكل unfortunately، بس قولها هيدي الجملة يعني انا اللي عائلتي بيقولوا لي عيب ربك هيدا الحكي، بس انه
That's true. بس انه at least ال interns هن بنات. حكيم رجال بس انه ال interns هن بنات. ف على الساعة 10 بيجي حكيمة بيفحصني بيلاقي انه هو قال لي رح نفوق يعني فسر لي نهار تاني وقتها كنت عنده انا بالكلينيك انه رح نشوف كيف بيفتح الكول يمكن فتحة الكول على العظمة ما تأثر نقدر نطلع لك البيبي بسهولة ويمكن تأثر اذا حسيناها انه في ريسك ما رح نخاطر ابدا رح ناخذ دغري ننتقل للسي سكشن. على الساعة 10 الا بيجي حكيمة وانا كان قايل لي يعني على الساعة 10 نهار تاني اعطاني على انه على 3 على الساعة 10 بكون عارفة كل شيء اذا طبيعي او سيزاريان انا ما رح خليك تتوجعي وهذا الشيء انا كان اي دو تراست هذا الحكيم. على الساعة 10 الا بيجي لعندي بيفحصني وكان معه اثنين حكمة انترنز وحده منهم كانت رح تاكل قتلي ليلة نهارتها لو بقدر انا اقوم واضرب. اجا فحصني الحكيم من بعد ما هن كانوا فحصيني وطلع وقال انه لا بقى الكول مع فتحه مع العظمه ما رح يمشي الحال انا ولد طبيعي سبيشلي لانه حسب ما قالوا لي انه البيبي تبعي الراس تبعه منه كتير كبير بس منه سمول يعني فبيبرم الحكيم لعند الانترن التو انترنز بيقول لهم اون ريسك باي يعني ما رح نخاطر. ف تجي بترد عليه وحده من الانترنز اللي كانت رح تاكل قتله لو بقدر اضربها بتقول له بس انه هيداك حلو عم تحكي بالفرنسي انه هيداك حلو ندرسه يعني بدها تفوتني انا بمتاهه. حكيمه كان دغري انه اكيد صارم انه لا لا not happening وبشكر الله لانه عندي هيدا الحكيم. ف قال لي انه على الساعه 11 رح تكوني عم بتولدي وهلا رح تفهموا ليش انا قلت لكم رح تكون عم ولد سيزاريا. سو انا كل الوقت كانوا الكونتراكشنز عم يطلعوا للمية وقتها كانوا 40 50 60 ما عم حس فيهم وقتها يكونوا عم يوصلوا للمية كان 7 كل الوقت كانوا عم يقوي يقوي الكونتراكشنز واجان كانوا كله اندر كنترول بس ما كانوا عاطيني دواء ما كانوا عاطيني الابره ما كانوا عاطيني شيء لانه اذا عطوني الابره وانا بطلع ولد سي ساكشن ساعتها بعيش كل شيء وجع سي ساكشن وهذا مش منطقي بعيش الوجعين. فاللي صار انه حددوا لي موعد العملية تبعي على الساعة 11 فأنا على الساعة 11 إلا ببلشوا يقوى الكونتراكشنز ويعني الكونتراكشن اللي كان قوتها 40 اتفلت لايك 100 وأنا كنت عارف انه هذا الشيء بس انه مزلك انه 11 إلا يعني انه 10 دقائق ربع ساعة pain that's not a big deal. وهون رح تفهموا ليش قلت لكم انه الشيء البشع بهذه المستشفى انه ثلاث اوض عمليات وحده منهم سبيسيفيكلي للتوليد يعني مش رح يفوتوني على الارجنس لو شو ما صار انا فوت بس على تبع التوليد. صار في تاخير باول عمليه صار في تاخير بثاني عمليه انا كان في ثالث عمليه كان في اثنين اوريدي سكادجولد انه يولدوا نهارتها واثنيناتهم ولدوا سيزاريا واثنيناتهم ولدوا بنات وانا ثالث شخص ولدت نهارتها ولدت بهذيك المستشفى. So, صار في تأخير بالأولي صار في تأخير بالتاني تلك أيام صار في تأخير بالتالت. أنا فت على أوضة العمليات على الساعة 11:30 المهم من ال 11 إلا لل 11 كان أجان عم يقو كتير الكونتراكشنز لحديد الساعة 11:15 وأجان كان في ساعة حدة وأنا شخص بتذكر كل شيء. اللي صار إنه الساعة 11:15 بيصيروا يقووا الكونتراكشنز لدرجة انه تخطوا المية. هلأ انا ما كنت عم بتطلع بس جوزي قال انه هيدي قوة 150 وقتها فقشت ميت الراس حسيت انه انا كأنه عم ينزل مني شيء I cannot control it وعيط لهم قلت له بليز عيط لهم وانا من الاشخاص يلي بتحمل كتير وجع حتى اصرخوا وقول انا مقروعة يعني من الاشخاص يلي خيخة اذا انا نحكيها مزبوط. قويت كتير الكونتراكشن وفقشت ميت الراس اجت الساشفا وشفتني قالت لي فقشت ميت الراس وصاروا يدقوا لفوق انه يلا 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 والاوضه اكيد قلت العمليات بدها تتعقم وكل شيء ومثل ما قلت لكم كان في تاخير بالعمليتين يلي كانوا قبله او تاخير باول عمليه يلي ادى تلقائيا لتاخير بتاني عمليه ف صار يقوى وأجان أنا ما كنت بقى عم بقدر أطلع على المونيتور ما كنت عم بقدر أطلع على شيء كنت عم بحس بوجع مش طبيعي وبرجع بقولكم هذا الوجع كله نسيته بس فحصي نسائي ما نسيته. المهم طلعت على يعني طلعت على أخذوني دغري من بعضها يعني على الطابق تبع أوض العمليات بس أخذوني لفوق
نطروني برا يعني، وكانت في وحده من الانترنز يلي ذا جنتل وان، مش تبع كان بدها تختبر فيي كل شيء. ف كانت كل الوقت عم تعيط انه يلا خلصوا يلا عقموا، شيز ان ليبر وعم تحكيهم هيك. ف انا ما فتت على الاوضه، اوضه التوليد يعني غرفه العمليه، غير للساعه 11 ونص و5 مثل ما قلت لكم، وكانوا كل الكونتراكشن عم يكونوا عن جد ما في دقيقتين بيناتهم، وكل مره عم بنوجع ونوجع ونوجع، وهن كانوا عم يهدوني عم يغمروني، كثير كانوا هيلفل تيم. اوكي بس انه هذا الشيء يعني بدي اخبركم ان كيس بدكم تولدوا بالسان جون، انا كان حكيمي ما نحب يولدني بالسان جون، هو كمان بيولد بغير مستشفى، بس هذيك المستشفى كانوا عم يعملوا رينوفيشن، سو كرمال هيك نزلنا على السان جون. After dealing with that، هلا انا ما عندي مشكل، صرت كل وقت بدي بدي تزاريا على موعد، سو ما عندي مشكل، بس انه لو knowing that ما كنت لحقبل يمكن ولد. ايوه الكونتراكشنز على الساعه مثل ما قلت لكم، again في في ساعات من مكان، وانا هيدا الشيء الوحيد يلي عم بتذكره كان الوقت، لانه عم بتطلع قد ايه صار لي قد ايه صار لي قد ايه صار لي. اخر شيء فتحت اوضه العمليات، عن جد يمكن اقوى كونتراكشن حسيتها هي بس وصلت على اوضه العمليات، هدتني الساشفام يلي كانت معي نهارتها، واجان شي واز ريلي نايس، هدتني وغمرتني وقالت لي تتنفس باي طريقه اتنفس وكل شيء، وعملوا لي ابره بظهري، وكانوا كثير مهضومين كل التيم يلي كان موجود باوضه العمليات، خلوني نكتوا معي وكل شيء، وخلوا انه بينج بقط العمليات يكون اهين علي، وبشكر الله على هذا الشيء، لانه مش كتير عالم بيقدروا يقولوا انه انا كان عندهم هيدا الاكسبيرينس اللي انا اختبرته. على الساعة 12 و3 دقايق بيخلق الاستاذ مايكل، فانا اجان شخص حشري، شفت كيف بتصير سيزاريان، شفت كل شيء، وكنت عارفة شو ناطرني، وما عندي مشكل بهذا الموضوع، بس اللي صار انه انا لانه شخص حشري كنت كل الوقت عم بتطلع على الضوء اللي فوق، عم شوف ريفلكشن، ما هلا ما كنت عم شوف اكزاكتلي شو عم يعملوا، مع انه انا كنت محضره حالي شو بدهم يعملوا او شو بده يصير فيي، بس شفت وقت شيلوا مايكل من جسمي. هون بيصير عندكم مثل دقيقه اللي تحسوها دهر، انا حسيت دقيقه انه دهر، تقول ريبيكا شفتي طلع، انت شو كان بدك تطلع يعني بيني وبين حاتم، شو كان بدك تطلع يا حشري؟ بعدين اقول هلا بسمع صوته، هلا بسمع صوته، بس بسمع صوته، واز سمعنا البكي الصغيره يلي هي بتجنن تبع مايكل، سو قلت لهم حرفيا يقبرني هالصوت، فحكيم البنج ضحك، قلت له ايه بعد جمعه بنفهم لك اذا يقبرني هالصوت او لا. سمعتهم عم بفتحوا له كل شيء شرايينه، حطوا بعدين علي لترلي شي 15 ثانية، أول شي عملوا أكل منخاري وكان شعور كتير حلو، الله لا يحرم حدا من هذا الشعور، وأخذوا دغري لأنه الأوضة كانت كتير مسقعة بالنسبة لبيبي. هذا الشي الوحيد أجاني اللي رح أذكره عن مايكل اليوم. هلا اللي صار فيه أنه الجروب تبع أول نهار المستشفى مات والنيرسز كانوا بيعقدوا تبع الليل وتبع نهار، وتاني نهار تبع الليل وتبع نهار كانوا بيعقدوا، انا بقيت ليلتين، تالت شفت شفتها تبع الليل المستشفى مات كانوا بيجننوا، انفورشنتلي النيرسز ما كانوا جداد يشتغلوا، يعني في شيء انا كنت مش عارفه شو بدي، سالتها للنيرس قلت لها بليز فيك تعيطي للمستشفى، جاوبتني قالت لي ما في شيء، معقول تجاوبك ايه، هي انا ما كنت بعرف جاوبك ايه، قلت لها بليز انا عايز المستشفى. سو هذا الشيء زعجني، وبعدي بتذكر هذا الموضوع، بس احكي عن هذا الموضوع يعني عن جد بكرز. ثاني نهار كمان صار معي شغله، حدا من النيرسز شوي كثير ثقيله، شفت هيدا النيرس ثلاث شفت طبعا نهار، كانت في اثنين على طول عم شوفهم بالنهار، وحده منهم يلي كانت معي بقوت التوليد الطبيعي بتجنن، هذيك الثانيه خلتني ابكي بالمستشفى، لانه صادني انا كنت عم طعمي مايكل، بتيجي بتقول هيدا البيبي، يي هيدا البيبي وجهه اصفر، يي رح تروح اسال المستشفى، فانا خلتني يفقع قلبي انه انا ابني عامل صفايره الحليب اللي هي ما فيها شيء، بس انه I didn't wanna go home without my baby وكل هول التفاصيل يعني، فخلتني ابكي. ف
فما بنساها لهيدا الشغلة يعني. وثالث نهار بكل بساطة خبرت على الساشفام كيف عملت فيه هيدا، لأنه كتير انقهرت من هيدا الشيء. سو هيدول يعني التيم تبع نهار الساشفام هي زيتها. التو نيرس شفتهم ثلاث ايام لانه كان عندهم نهار منهم اوفر تايم، لانه كان في عندهم كتير توليد بنهار اللي انا في البيت. فخبرتها ثالث نهار للساشفام عن هيدا، مش لانه انا عم بتشكى مثل الولد الصغير، بس لانه فقعت لي قلبي وخلتني ابكي على شيء انا كان فيها ما تعيشني اياه، لانه طلع البيبي ما بشي، ما انا وصفار ما انا عامل شيء، بس عيشتني رعب نص ساعه. المهم هون انا رح خبركم شيء انا ما كنت عارفه رح يصير معي، يلي هو انه انا طلع عندي الرجي على التلزيق تبع الجرح. انا قبل عامله سليف، سو انا عامله عمليه، بعرف شو هو الوجع، بعرف كل هول التفاصيل، وكنت متوقعه هذا الشيء، بس انا كنت متوقعه اكثر شوي لانه اجان حشريه وعرفت شو الفرق بين العمليتين. ف I was totally fine by that. التلزيق يلي حطوا لي اياه طلع انا عندي الرجي عنده، سو عمل لي حرق سكند ديجري، وما قدرت اعرف انه انا عمل لي حرق غير لنهار يعني اخر ليله قبل ما فل وجدا وشالوا لي التلزيقه، لانه انا طلبت شو ليها قلت لهم مزعوجه لانه كانوا بلشوا يخففوا لي شوي البين كيلرز، فحسيت فيها اكثر للوجع وحسيت انه في شيء عم يرعاني كثير، فشالوا ليها بوقتها وشفت انه محروقه. وبلاس في شغله كمان، اذا انتم عندكم بشره حساسه داون ذير ريلاكس، جربتني على الاخر، انا رجعت على البيت محروقه ومجربت اكلني سوا، ما بقدر امشي ما بقدر اعمل شيء. وعم خبركم هذا التفصيل لانه وقت بدي احكيكم عن البيبي رح تعرفوا ليش عم خبركم هذا التفصيل. سو حبيت انه اذكره بهذا الفيديو. انا دقت الوجعي طبيعي والسيزاريا، وبرجع بقول لكم نسيت الوجع كله وقت شفت مايكل، بس ما نسيت الفحص النسائي يلي هو انا اجان I did search about everything. ولابس كنت حتى شي مرة يطلع البلاينر جالس، لأنه في عالم فكني ما بعرف اسمه البلاينر، لا بعرف بس أنا I cannot keep my mouth shut. كل شي حضرته حضرني ل كيف تصير العملية، كيف يصير كل شي. أوكي he's fine. حضرني لكل شي except الفحص النسائي. وإذا أنتوا كنتوا بمستشفى جامعي عرفوا أنه عندكم الحق تقولوا أنا ما بدي غير مستشفى تفحصني. I wish I knew that. بس أجان أنا عرفت صور الساعة 10، كان الساعة 10 قطع الكل. كان في بعض موضوع بدي أحكيكم فيه. ريكوفري تبع العملية اللي ما بيخبركم عنا كمان وقت تحضروا هيدول القصص، او اتليست القصص اللي انا حضرتها، هي انه الوزن رح يبقى هو زيته. يعني كلهم رح يجي يقول لكم ما مبينه كانكم والده، which is unfortunately تعليق بيحبوا كثير يقولوا اللبنانيين ما لهم عازه. انا بالنسبه لي I don't care، ان شاء الله اكون قد البنو. اتليست انا قادره اقوم على ابني، my baby is healthy، انا can be with him. وهيدا صراحة كل شيء بيهمني. ما بعرف إذا في موضوع كان ببدي أحكيكم، أنا ما بحضر لتشتشات كتير ودمي، وهيدي يمكن غلطة أو بنفس الوقت يمكن good point، ما بعرف أنتو كيف تطلعوا عليها من أي منظار، بس يمكن كان لازم أكون محضرة حالي أكتر. بس أيضا إذا كان عندكم حيالة سؤال شيء أنا ما غطيته you can let me know بخانة التعليقات تحت، وأكيد كتير مأخرت حتى رد على الكومنتس، بس I reply. أو بجرب إنه بالنكست فيديو إذا ما فضيت إنه رد at least كون قاري الكومنتس حتى أقدر أجاوبكم عنهم. أجان كل شيء أنا حطيته على وجهي ديسكونت كود وين تلاقون، وكتير تفاصيل غير هني بخانة المعلومات تحت، بالإضافة لكتير فيديوز أنا عملتهم بعلمكم تصير أحسن من ميك أب تبعي، أحسن من ميك أب تبعكم. أو على regarding your makeup collection أنا عارف بلاي ليست مثل بلاي ليست تبع تشتت كتير with me، أنا حكي عن كتير مواضيع. سو إذا بدكم تشوفوا رو فيديوز مش معمل editing go and watch that playlist، لأنه اللي أربع جماعة تركتكم. وحبيت كتير العالم يلي قالوا لي إنه they did rewatch my videos لأنه اشتغوا لي. ما في خبركم هيك أنواع comments عن جد قديش
بشجعوني to be back and I'm glad that I'm back صراحة اليوم. بتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو. ما تنسوا إذا حبيتوا تعملوا لايك للفيديو كل ما بتعملوا لايك أكثر بدنا تكونوا عم تخبرين إنه chat chat get with me هو فيديو بتحبوا تشوفوه more often. أكيد بما أنه أهين فيديو صوركم يهون أكيد بعملكم يهون أكثر وأكثر. كمان إذا حبيتوا هذا الفيديو حابين تشوفوا المستقبل ما تنسوا تعملوا سبسكرايب للشانل تبعي دو جرس هون حتى سبسكرايب تبعي تقفل الكاميرا قطشتني. I don't know when canceled بس كنت عم قلكم ما تنسوا تعملوا سبسكرايب للفيديو على الشانل تبعي عم طلعكم تو فيديوز بير ويك أو هوبفولي ارجع اقدر طلع تو فيديوز بير ويك. كمان تقولي بخانة التعليقات تحت شو الشيء اللي انتو اختبرتوه بالولادة تبعكم اذا ولدتوا طبيعي ما ولدتوا طبيعي اذا انتو watching this video خبرتكم شيء ما كنتوا بتعرفوه اذا you're expecting انتو شو ناويين تعملوا كل هالتفاصيل بخانة التعليقات تحت I would love to read that وما تنسوا تشيك هذا الفيديو مع رفقاتكم تبعتون اللينك بدي اشكركم على وقتكم السمين اللي قضيتوا تحضروا هذا الفيديو بهذا الوقت كان فيكم تعملوا كثير قصص صغيرة لانه عم نحكي عن فيديو اكثر من 30 دقيقة بس انتو بتعدوا قررتوا تقضوا هيدا الوقت معنا I love you a lot for that. ما تنسوا كمان رح تلاقوا السوشيال ميديا بلاتفورم تبعي كلهم بخانة التعليقات تحت hopefully ارجع active on TikTok بس I'm active on Instagram so اذا بتكون تشوفوني اكتر follow me on Instagram and keep your eyes open على Instagram stories. اذا وصلتوا لاخر part من الفيديو بتكون تخبروني انكم وصلتوا لاخر part من الفيديو تقولي كلمة skin perfect هيدي بخانة التعليقات تحت اشكركم من قلبي على وقتكم السمين I love you all. وإن ألا راد أنا بشوفكم بالفيديو الجاي.